أهلا بكم من جديد. ننتقل الآن إلى استديو تلفزيون دبي في مقر إكسبو 2020 دبي مع الزميلة هالة أبو علوان، ولقاء جديد يندرج ضمن فقرة رواد إكسبو للأعمال. صباح الخير هالة. صباح النور، صباح الخير، وأهلا بكم مشاهدينا مع قصة ريادة أعمال جديدة. إن دولة الإمارات بذلت جهودا حثيثة لتمكين المرأة في القطاعات الحكومية والخاصة، بما في ذلك القطاع السياحي والفندقي. ففي السنوات الأخيرة نجحت المرأة الإماراتية في اختراق القطاع السياحي من خلال تولي العديد من المناصب الريادية فيه. ومن قصص النجاح في هذا المضمار قصة ضيفتنا التي تفوقت في إدارة التدقيق الداخلي لروتانا، وحاليا تتولى قيادة تعزيز علاقات العمل بين روتانا وملاك الفنادق. للتعرف أكثر على هذه القصة الريادية يسعدني أن أحاور في الاستوديو اليوم السيدة شيخة النويس، نائب الرئيس لإدارة علاقات الملاك في روتانا، إحدى الشركات الرائدة في مجال إدارة الفنادق في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا. صباح الخير شيخة. صباح النور، ومش شكرا كثير لاستضافتكم لي. أنا وايد مبسوطة أني أكون معاكم اليوم. نورتينا شيخة. يعني ما شاء الله، مثل ما قلنا بالمقدمة، حد مسيرتك جميلة جدا، وخاصة أنه نشوف مرأة بمجال التدقيق مش دايما منشوفها، وبالقطاع السياحي الفندقي كمان هيدا عامل تاني مش دايما منشوفها. كامرأة إماراتية دخلت هالقطاع وكنت ناجحة وتفوقت، مش بس أي نجاح، وحافظت على امتثال روتانا مع القوانين الداخلية والخارجية وكل القواعد الامتثال. خبرينا عن هالمسيرة، مسيرة النجاح. شوفي، أنا بديت حياتي المهنية في 2008، بديتها مع KPMG اللي هي International Company في مجال التدقيق. تميت فيها 3 سنين وعطتني المجال أن أعرف الكثير في المجالات الأخرى، نفس الفندقة، نفس الطيران والمجالات الأخرى. من عقبها في 2011 الوالد حب أني أكون معاه في شركة روتانا، اللي هي كانت it was established في 1992. وكان هو حلمه أنه يسوي شركة فندقية، وإحنا وايد فخورين أن نكون شركة وطنية بمعنى الكلمة. وحب أنه من خلالها يشجع العنصر البشري الإماراتي أو العربي. نعم، ونحن بنوجه له تحية للوالد السيد ناصر النويس على هالنجاح الهائل اللي عمله. شيخة، خبرينا كيف بتشوفي، يعني بمجالك وفي كتير مبادرات مثل ما كنا هلا عم نحكي قبل الهواء قامت فيها دولة الإمارات لتمكين وتشجيع رواد الأعمال، يا ريت بتخبرينا عن أهمية، كيف بتقيمي أهمية هيدا التشجيع اللي بتقوم فيه الدولة؟ شوفي، العنصر البشري عنصر وايد مهم في نجاح شركتنا، واحنا والوالد دائما كان يحب انه يركز على العنصر البشري، انه يطوره ويحاول انه يعطيه الحافز ويطوره دائما، وهاي سبب نجاحنا اليوم. ومن الاشياء اللي ساعدتنا دولة الامارات والقيادة الرشيدة مبادرة جديدة اسمها نافس. ونافس مبادرة بتمكن كثير من الشباب الإماراتي إنهم يدخلون القطاع الخاص. طبعاً هاي الشيء إحنا وايد يعني مبسوطين وفرحانين إن بنقدر نستقطب الكوادر الإماراتية وندخلهم هالقطاع. أول شيء بنكون نقدر نتنافس مع القطاع العام أو الحكومي في المعاشات وفي التدريب. فحكومة الإمارات أظني سوت شيء وايد زين في موضوع نافس، عشان
تخلي الشباب الإماراتي أكثر متحمس أنه يضيف أكثر للقطاع الخاص. صحيح. وشيخة بالعودة لمسيرتك، هلأ عم تحكي عن الكوادر البشرية وأهميتها، إحدى أدوارك الأساسية اللي حالياً بتقومي فيها بتعزز العلاقات بين روتانا وملاك الفندق، وبتطلعين يعني تخليهم على علم بكل شيء عم بيصير، ليت بتخبرينا شوي عن هيدا الدور. هي شوفي، إحنا مثل ما قلت لك أن العنصر البشري شيء أساسي في نجاحنا. نعم. وخلق العلاقة أو العلاقة الصح بين ملاك الفنادق وبيننا احنا كشركة مانجمنت، لك هوتيل مانجمنت تشين، وايد مهم. نعم. بيكون في استمرارية اكثر، وبيساعدنا ان نطور هالعلاقة. صحيح. وبدل ما يكون عندنا فندق واحد، نعم، مع المالك هذا، بيكون عندنا كذا فندق معاه. نعم. وهاي كلها يرجع لعلاقتنا وارتياحه. صحيح. إذا هو مبسوط من ثقته، من هي إذا هو مبسوط من اللي إحنا قاعدة نقدمه. نعم. ومن من المردود. صحيح. اللي قاعد يشوفه أكيد. صح. بيكون في استمرارية، وهاي بيؤدي ل الجروث أو تطور تطور ال وهيدا من أهم الشركة. عوامل الشفافية وحوكمة الشركة. بالضبط. الاطلاع والإعلان الدائم. الشفافية شيء وايد مهم. نعم. وهاي بعد عنصر أساسي في نجاح شركتنا. نعم نعم. وما عم نحكي، بما أنه عم نحكي عن عناصر وعوامل نجاح الشركة، شو هي أهم عوامل نجاح رواد الأعمال والأشخاص اللي بيعملون بالقطاع الفندقي بالذات من خبرتك بعشر سنين ما شاء الله بها؟ شوفي، أهم شيء أن يكون بالك وسيع، لازم يكون بالك وسيع، وأنت في مجال ضيافة ومجال فندقة. صح. فلازم تتقبلين آراء الناس. نعم. وتستفيدين منها وتشوفين كيف تأخذين آراءهم وتطورينها. صحيح. وتشوفين كيف أنت you can add value من ال 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 الآراء اللي أنت هي وتقييمهم. نعم. للسيرفيس تقييمهم للأشياء اللي إحنا نقدمها كفندق. نعم نعم، رائع جدا. حبيت كثير إنه واحد يكون باله واسع ويتقبل كل الآراء، كل مهما كان النقد كان بناء وكان في محله، بالعكس انت لازم تتقبلينه. نعم. وتطورينه. صحيح صحيح. وتشوفين كيف ممكن هاي it creates a memorable experience to the guest، يعني الزائر اللي يجي يكون يطلع ويرجع لك مره ثانيه. يرجع لك مره ثانيه. لويالتي. لويالتي. exactly. نعم نعم. شيخه، اول مره بتجي على اكسبو ولا عم تجي دائما على لا اكسبو؟ لا، هاي ثالث مره. ثالث مره. كيف عم بتشوفي دور اكسبو بتمكين رواد الاعمال؟ شوفي، دور اكسبو هاي اظني الايفنت اكسبو بيكون تاريخي. نعم. وبيتم لنا وبيتم حق الاجيال القادمه. صحيح. وشيء عمرنا ما بننساه. صحيح. الطريقة اللي دبي قدرت انها تدليفر الحدث هذا. نعم. ما اعتقد اي حد ثاني يقدر يسويه. صحيح. واحنا هاي الشيء وايد فخورين، وايد. صحيح. كإماراتيين وايد فخورين. نحن نضم صوتنا اللي كلنا فخورين. الحمد لله. بهالحدث الرائع. الحمد لله. ومش بس شيء، هم حاولوا قد ما يقدرون، يعني عندك الجناح الإماراتي، الجناح الإماراتي عنصر يعني البناء بعنصر إماراتي. نعم. كل البيلدينج ماتيريالز أو الصناعة إماراتية كومبليتلي. نعم. يمكن. نعم. الديزاينر غربي بس الصناعة صناعة إماراتية، وهاي يبين لك كيف. صحيح. قدروا أن يمكنون الشباب الإماراتي والصنع الإماراتي. صحيح. مش بس شيء، إحنا حتى في الفنادق لما بدأ الحدث وايد شفنا يعني إشغال كبير. نعم. في الفنادق. نعم. الأوكيبنسيز مالنا ارتفعت، ومش بس الأوكيبنسيز، حتى الأفرج روم ريت. فهاي فالإكسبو وايد زاد على السياحة.
سيدة شيخة نويس، أنا بتشكر كتير وجودك معنا حبيبتي ومشاركتك لخبرتك الواسعة بمجال الصندوقي. شكرا كتير. شكرا وايد على استضافتكم، ونتمنى لكم يوم سعيد. تسلمي. ونحن كمان شكرا كتير. وهلأ منعود لكم زملائنا بمركز الأخبار لاستكمال فقرات إكسبو هذا الصباح.